تحرك. ما وصلت هذا. يلا يلا أربعة ثلاثة أول بس هو مو. مرحبا السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، أحبكم. ربي يستركم يا جماعة. أول شيء صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وسلم. اليوم الفيديو أتحداك ما تقول أتحداك ما تقول آخ أو أي أو 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 إي أو وا أو أم أو أم أو تحدي هيك رح يكون. هو كالشكل التالي، أنا معي 3 دقايق، أخوي محمد معه 3 دقايق. طبعا يا جماعة في عنا وسائل تعذيب من 4 أشياء. الشيء الأول لاصق شعر، الشيء الثاني هو طواي، الشيء الثالث كمر، الشيء الرابع سماء. هلا بنشوف شو هو. المهم 4 شغلات رح نعذب فيها بعضنا. أخوي محمد معه 3 دقايق رح تعذبني وأنا معي 3 دقايق رح تعذبني. ومين بجمع آهات أكثر وبكتب دخيل آهات كون شبه ما هو أخوي ما لنا فيها. ف اذا انا مثلا قلت بهالثلاث دقائق 10 مرات اخ، اخوي محمد بالثلاث دقائق تبعيته قال 5 مرات 6 مرات 7 مرات اخ، فهو بيربح. ليش؟ لانه هو عدده قال من عددي. ليش اطلع عليه يعني ايه ما بس هي. المهم خلينا نبلش التحدي مباشره. انا حبك يا الله. يلا يلا سلام. هذا كنا صغار. حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص، حجره ورقه مقص، حجرة ورقة مقص. ربي يستركم يا جماعة. طبعا فقدنا شغلة كتير كانت مهمة، هي لصق الشعر. أنا بعرف إنه في علبة مليانة بس أخوي محمد ما بعرف وين مودرة. وش وين مودرة؟ أنا استخدمته. من أول ما حكيت معه بقول لي وين داروا فيه؟ بقول له ما بعرف. المهم حمودي عير الوقت من عندك. يلا. رح بلش أنا. جبنا شغلات تانية إن شاء الله هيك يقول أخ. يلا. تمام. يلا 1 2 3. أول شغلة هي هي. طبعا اللي ما بيعرفها يجربها. اي قال قال تنتين بدل وحده. تنتين سجل. تنتين تنتين. كان بده نكشه ليه ما تعرف. ثلاثة خلصنا من هي. دور 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 بسرعة. دور بسرعة. دور بدك اضرب اكبر من كذا. ثلاثة اربعة ثلاثة اول بس هو مو انت بس ثلاثة قلت. عم تقول قلت اثنين والله 5 صاروا. قلت اثنين هي ايش قلت؟ ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة صرنا ستة صرنا ستة. حلو هاي بلاها. ليش بلاها؟ بتعرفي ليه؟ قال لي محسسني صح. يلا يلا ابتعد ابتعد. شاطرنا عنا ستة مو؟ ستة هدول بنحسبوه؟ ثلاثة زائد ستة تسعة. انت قلنا ما بصير ما بصير. 9 10. ايه بدنا نحسب وحده. 10 10 11 هي طويله شوي. 11 خلاص. فاجرك فاجرك يا فوق فاجرك. هي والله على هالابتسامه شوف اللبط. هي كمان وحده. هي اجى هيك اجى هيك اجى الكاميرا هيك فكرة. والله اجى الكاميرا هيك. شو قد كنا قلنا؟ 11 12 12. يلا 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 وين من كان بضربك؟ ها 11 12 صرنا 12 اه صرت له بحاول 13. ليه بس ليه جمع حريطة؟ غلط فيك اللي عملته بحوالي 13 13
13 وحده. 13. تعال تعال. انت ما بتعرف تستخدم اللفاحة. لا. لك انا مو لابس هجامة عريضة كثير وماني متعود البس عريض. 13 وجلدته والله. قشر لحمه. قرب قرب ورجيني مش عارف قشر. وبتشال كم مشان الحقوق. 13 يا الله قشر. بين بين الكاميرا. شو تبي قدم اش اش يوم اللي بجرب احمر انا ما بعرف شيء امي لما شافتني عملت لي المهم اعطيني بدك انت يلا ثلاث دقايق افرجيك هي شلون واحد بط فيها يلا بلش 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 السريع ما عندي وقت يلا يا حزام يلا اوه واحد تنتبع وشي ها اثنين واحد يلا واحد اوشي يلا هاي تنحسب ها تنحسب يلا ليش تنحسب اوشي قلنا الوش لا بالله ما بجيب على الوش والله اطلع وشي يلا دي يلا اثنين اثنين ثلاثة يلا أربعة مديدك يلا مد تعجل يلا ثلاثة أربعة خمسة يلا خمسة يلا خمسة يلا قرب نجيبه يلا فا ايديك خدنا ستة مو يلا يلا شد ستة سبعة والله سبعة يا رب 13 لازم يجي سبعة ما وصلت هذا يلا تسعة يلا ندور اعطيني يلا الساعة عشرة يلا عشرة دور تسعة تنتين تسعة عشرة إداش ناش ماش بدي دايتين ايش دايتين؟ انا عاد شكلك فيها هيا عقوبتي والله ضربني ضرب ظالم اقسم بالله ما ضربته مثل ما ضربني بحياة الله ضربتها مثل ما ضربتني بعرف كيف بضرب انت طلع عوشي ضربني طلع ايش لابس وانا عوشي ضربني اورجيك انا بورجيك اذا جسمي مو كله لطع حمر انا بكون وين عيب مش بين الناس اذا مو لطع حمر هون بخاض كله احمر ما بكون رامي طيب الشباب دايتين يلا
الاي مسموحه هوني. ايش بدك قول؟ ايش بدك؟ اي افتح ايدك الجنين، افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك، افتح ايدك، جريك 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 يا خمسين سنة هاي ما اخذت او ما اخذت على جسمي، هاي لسه ما اخذت، هاي لسه ما اخذت، هاي بس هون هيك الظاهر. اوب 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 اندار هيك لشو؟ اوب 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 اذا انفتحت من هون، هاي لسه ما اخذوا جسمي على جسمي. اصبر تفرج وين؟ نعنوع الولد نعنوع. يو كي وحده كي 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 ورا 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 محزم تعزيم الولد والله نايل شكله. عجنه عجن خصوصي بالمره الاخيره يعني عجنته قررت عجنه صلى انا كمان جسمي فيه لطع كثير انا جسمي فيه لطع بس اكثر اللطع اكلها بفخادي فمشان هيك ما راح اورجيكم اياه المهم انا فيه يا جماعه وانا كمان ترى بس انا فخادي معبى تعبان استلمت فخادي استلامه طويله المهم يا جماعه ربي يسعدكم هون على التمنه مدري ليش المهم حكون خير الله وبرا سحبت الفيديو سحب ما راح تحبوه لان احنا ما حبينا هتحبوه هون المهم نشوفكم فيديو جديد حكون خير الله كان معكم اخوكم محمد ورامي نشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.